من يقول مثلا نحن نريد أن نتوافق ونقرب الأمور ونصلح القلوب ونلم شعثها بالتوافق بيننا وبين أهل البدع، فمن أجل المصلحة كما قالوا من أنها مصلحة يقولون نجالس أهل البدع، ولا إشكال في ذلك. لما؟ قالوا من أجل تحقيق ماذا؟ المصلحة، فيكفي الأمة ما فيها من الفرقة والشتات وتسلط أعداء الدين، فيقال لهم هذه الآية تصدق عليكم، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فهذه تصدق عليكم. لما؟ لأنه لا يمكن أن تتحقق مصلحة إلا بتصحيح المعتقد وبتنقيته من الشوائب، فإن أهل البدع ولو كانوا على بدع غير مكفرة فإنهم على شر، ولا خير يرتجى منهم للأمة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس على المبتدعة. لما؟ لأنهم بلباس أهل الإسلام، وبالتالي فإنه لا يجوز التوفيق بين أهل السنة وبين أهل البدعة، بل يجب على أهل البدع أن يكفوا عن بدعهم. فمن قال سأخالط هؤلاء وأخالط هؤلاء وأدعو الناس إلى ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة، فنقول أسأت أكثر مما أصلحت، لأنه مع مضي الزمن ما الذي يجري؟ إذا بالأجيال القادمة يظنون أن هؤلاء على هدى وأنهم على خير وأنهم على صلاح، فمن قال هذا القول فليرد عليه بمثل هذه الآية. إذا دعي هؤلاء إلى اتباع ما جاءت به السنة قالوا لا، يكفي الأمة تفريقا وتشتيتا، نريد أن نؤلف بين القلوب. وأين مكمن التأليف والبدع التي تصادم بها السنة يفعلها هؤلاء؟ لا يمكن أن تجتمع سنة مع بدعة، إذن لا يمكن أن يجتمع أهل السنة مع أهل البدعة، لا يمكن. ولذلك جاءت بعض الأحاديث في النهي عن زيارة أهل البدع وعن عيادتهم إذا مرضوا، كما عند أبي داود. كل ذلك من أجل أن لا يرفع لهؤلاء شأن. لما؟ حتى لا يرتفع لبدعهم شأن. بل هذا ليس من أهل السنة، الذي يقول نريد أن نوفق بين هؤلاء هذا مبتدع، ليس من أهل السنة ولو كان يحب السنة، لكن بهذا القول وبهذا الفعل الذي يطمح إليه هذا مبتدع. لما؟ لأن أهل السنة والجماعة يحذرون من أهل البدع والمبتدعة، فليس من أهل السنة. ولو كان الرجل لا يقترف بدعة لكن هو بهذا المنهج مبتدع. لما؟ لأنه أتى بشيء خالف القرآن وخالف السنة وخالف ما عليه سلف هذه الأمة. ولذلك للأسف نرى بعض الصور لبعض الناس الذين زعموا أنهم دعاة وطلاب علم، يأتي لبعضها العمائم، أعوذ بالله، شخص يدعو إلى التمسح بالقبور ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، ويقال هذا شيخ، أعوذ بالله، إلى هذه الدرجة؟ من أجل ماذا؟ لو وفقنا بينه وبينهم ثم ماذا؟ ما النتيجة؟ هب أننا استفدنا دنيا، مع أنه لا يمكن أن تأتي دنيا إلا بالدين، هب أننا استفدنا، في خضم هذه الاستفادة والمصلحة الدنيوية يضيع معها الدين، لا يتميز الحق من الباطل. إن قال لك أين الدليل؟ قل نحن ندعوكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون كما قال المنافقون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أعطوني دليلا من القرآن أو من السنة أو آثار عن السلف تؤيد ما ذهبتم إليه. تصور لو أن شخصا من العلماء من أهل السنة والجماعة يخالط عالما مبتدعا على حسب هذا التفريع الذي فرعوا هؤلاء من باب التأليف وتقريب القلوب، ويكفي ما في الأمة من التفرق والنزاع والشقاق وما شابه ذلك، قد يدرك بعض طلاب العلم أن هذا ما صاحبه إلا من أجل التأليف، لكن هذا الجيل عوام الناس سيدلس عليهم على حساب الدين من أجل تحقيق مصلحة وهمية ما هي مصلحة حقيقية. وهذه الآية أيضا، وهي قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، تشمل هؤلاء الذين يقولون نحن نريد أن نوفق بيننا وبين أهل البدع فيكفي الأمة تفريقا. لما؟ قالوا نريد الإصلاح، وفعلهم هذا ليس إصلاح، والله إنه هو الفساد
والإفساد في الأرض بعينه. من تأمل النصوص الشرعية وجد من الأدلة ما يرد هذا القول. ابن عمر رضي الله عنهما، انظر سبحان الله، صاحب السنة لا يريد البدعة ولو قلت ولا يريد صاحبها، لو أراد أن يتقرب إليه ما قبل قلبه، يكرهه. ابن عمر رضي الله عنهما لما دخل المسجد وإذا بالمؤذن في صلاة الظهر يقول الصلاة خير من النوم، فخرج. قيل ما الذي أخرجك؟ قال أخرجتني البدعة. في أي مكان؟ في المسجد، ليس في محافل ولا في مؤتمرات، في مكان طيب وطاهر. ثم هذا الرجل المؤذن قد يكون معذورا لجهله أو اجتهد مثلا، ليس معهودا منه، ومع ذلك انظر القلب السليم لا يقبل البدع ولا يقبل أهلها، لكنهم يدعون بالعلم الشرعي، تعالوا إلى ما جاءت به النصوص. إن قالوا لا قلنا لهم صدق عليكم قول الله عن المنافقين، قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. بعدها أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يعني أنت مطالب بأمور، تلك الأمور أن تعظ هؤلاء وأن تحرص على أن توصل إليهم العلم بأحسن أسلوب، توصل به العلم الشرعي، ولا تأنف ولا تخجل من أن تنشر هذا العلم. ومع ذلك انتبه، لا ترخي بسمعك إلى هؤلاء. إن وجدت من هؤلاء صدودا كما قال عز وجل يصدون عنك صدودا، فاعتزل هؤلاء إذا لم تنفع الموعظة والذكرى لهؤلاء. ولذلك بعضهم يطالب بهذا في هذا العصر فلا يفرق. أنا أعجب صراحة من هذا الرأي وهذا القول الذي يروج له. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة من قتل 99 نفسه وهو مذنب ذنب ليست بدعة، قال اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. ما فيه أعظم من البدع بعد الشرك بالله عز وجل، البيئة ولو كنت عاقلا. ولذلك تلك المرأة مع سليمان كانت راشدة وعاقلة ذات رأي، ولذلك ماذا قال قومها؟ الأمر إليك فانظري ماذا تأمري. لكن لماذا لم تهتدي وصدها ما كانت تعبد من دون الله؟ العلة إنها كانت من قوم كافرين، يعني كانت في بيئة كفرية، فكيف نقول لهؤلاء لنكن معكم في بيئة واحدة وفي مكان واحد وعلى طريقة واحدة؟ لا يمكن، بل يجب أن تتبرأ منهم قولا. ولذلك في قوله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله، صرح وما أنا من المشركين. وما أنا من المشركين يعني اعتز بدينك، اعتز بما أنت عليه. ولذلك كما قال تعالى في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب، ما فيه تمييع للدين، ما فيه خلق للدين، لا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مفهومه أنكم مشركون. قل أنا من أهل السنة، فإن توليت عن هذه الطريقة فأنت مبتدع. ما ضد السنة إلا الابتداع. أكبر دليل على أنك لو أردت أن تصلح كما زعمت وأن توفق بينك وبين أهل البدع، أهل البدع غير الكفرية، من أجل أن تنهض بالأمة، أكبر دليل على أنه لا نهوض للأمة بهؤلاء خرج من خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه أعداد كبيرة ولم يكن يعلم بهم، لكن كانوا يضمرون بدعة الخروج الخوارج. ما نفعوه انعزلوا عنه إلى حرورة حتى ناظرهم ثم قاتلهم رضي الله عنه. هذا يدل على ماذا؟ على أنهم أسرع الناس هروبا وتخليا عنك في أعظم المحن، وأنت تريد أن توفق بينهم من أجل أن تنصر بهم الأمة على هذا الزعم، لكن هؤلاء لا تنتصر بهم الأمة، ما تنتصر بهم الأمة.